شو حبيبتي؟ ولا شي، يعني خلاص ما عاد نسمع صوت ماكينة الكبدة ليل ونهار؟ ايه والله خلاص ما عاد نسمع صوتها، والأهم إنه ما عاد حدا يستغلنا بسعر الكبة. شو بكي؟ ليه ساكتة عم تطلعي فيني؟ عم حاول أحفظ ملامحك قبل ما يجي يوم فوت على البيت وما لاقيكي، ما أسمع صوتك وصوت البنات. ما عم صدق إنه رح يجي وقت أشرب فيه القهوة لحالي وأكل لحالي ونام لحالي. هنادي بكفي عنت، أنتي بتعرفي إنه هذا القرار قرار غلط. يا ستي فكري بحالك، فكري بهالطفل، ما ضل له إلا أمه وأبوه. والله إيهم بيموت بعيد الشر عن قلبه إذا بتخلى عنه. خلصنا بقى خلصنا، أنا وأنتي بنعرف إنك عم تركضي ورا وهم. لك يا أختي فكري بهالقذيفة اللي عم تنزل كل يوم بعد منك بعشر أمتار، إنه يمكن بكرة تنزل فوق راسك لا سمح الله. مو حرام هذا الولد يصفى بلا أم؟ ما بقدر هدى، ما بقدر، لازم ضل عم بستنى. لك إيه المصاري بتكفينا كلنا، بنسافر وبنروح لهونيك وأنتي بتعملي له لم شمل لأيام.